خلينا نقول بما ان احنا يعني في جو مناسب هنا في الاستوديو نبدا برنامجنا معاكم ونروح الى الكوميسا. شارك السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في الجلسه الختاميه لاعمال القمه 22 للسوق المشتركه للشرق والجنوب الافريقي كوميسا، وذلك في العاصمه زامبيا لوساكا بحضور رؤساء وممثلي الدول الافريقيه والاعضاء. قمه لوساكا شهدت الحقيقة قيام السيد الرئيس بتسليم الرئاسة للتجمع الكوميسا إلى الرئيس الزامبي، وخلال الكلمة أعلن السيد الرئيس أن مصر أولت اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية، وتحقق أيضا التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية ومجموعة التنمية لمنطقة جنوب أفريقيا وشرق أفريقيا. أكد كمان السيد الرئيس أن جهود مصر خلال عامين أسفرت عن زيادة حركة الصادرات البيئية بين دول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار. تعالوا كده نسمع أو نستمع إلى جزء من كلمة السيد الرئيس. أولت مصر اهتماما كبيرا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات الكوميسا والساداك وشرق افريقيا عبر اجراءات محدده لحث الدول الاعضاء على تنفيذ الاعفاءات الجمركيه وتيسير حركه التبادل التجاري فيما بينها، حيث اسفرت تلك الجهود عن زياده الصادرات البينيه لدول الكوميسا لتصل الى 13 مليار دولار عام 2022، وهي القيمه الاعلى منذ انشاء منطقه التجاره الحره في اطار التجمع عام 2000، بجانب ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر ودول الكوميسا في ذات العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى 4.3 مليار دولار. وفي ذات السياق قدمت مصر مبادرة التكامل الصناعي الإقليمي في إطار استراتيجية التصنيع 2026، والتي تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعي من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقا للميزة التنافسية للدول. وأود في هذا الصدد تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا التي تستضيفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع، مع ضرورة الاستمرار في الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعي.